Let's Win، ضيوف، مسابقات وجوائز قيمة. Let's Win مع رالف معتوق. تحية طيبة لكل يلي عم يسمعونا وين ما كنتوا متواجدين اليوم. يمكن في عدد كتير عم يبرم، بحب عيدكم أول شي بعيد السيدة، بحب عيد جميع الطائفة المسيحية وبنفس الوقت الطائفة الإسلامية، بعيد انتقال العذراء مريم. حلقة جديدة ومثل ما عودناكم كل مرة ضيفة عم بتكون معنا أو ضيف، وعم بتكون الأجواء مسلية ومهضومة، وعم ننطر اتصالاتكم على 0454 5352، وأكيد في سؤال على الواتساب على 0300 933 لتربحوا معنا كاراوكي ماشين. ضيفة جديدة اليوم معنا، أكيد ضيفة بتحبوها وبتتابعوها دايما بجميع أعمالها، إن كان التلفزيونية، الدرامية، المسرحية، السينمائية، وبنفس الوقت أكيد بمشوارها الفني والغناء. بلشت بعمر صغير، يمكن من أصغر الفنانات يلي بلشوا، وبعدها مسابرة لهلأ. مين ضيفتي لليوم؟ قبل ما قلكن مين هي الضيفة، خلينا نسمع جوائز البرنامج. جوائز برنامج Let's Win عبر صوت لبنان. FGI Planet Toys جبيل غزير جعيتا زوق مصباح أنطلياس سن الفيل الأشرفية بيقدم لكل متصل قسيمة بقيمة 50,000 ليرة، وبكل حلقة جايزة قيمة، آلة كاراوكي، DVD بورتابل وPSP 3D تاتش. سي وولف بوت ديلي سيلينج ديلي انترتينمنت بروجرامز بيقدم دعوة لأربع أشخاص لتمضية أحلى الأوقات على متن اليخت بوسط البحر. دعوة لشخصين لتمضية أجمل الأوقات مع أجواء موسيقية ولا أروع بمنتجع سايان الكاسليك. سالون فولا بيوتي جديدة المتن بيقدم عناية تجميلية للسيدات. دعوة إلى باينلاند هوتل أند ريزورت دير الحرف لتمضية أحلى الأوقات مع منامي في الفندق. فيتنس زون الحدث الحمراء الكاسليك ووسط بيروت بيقدم اشتراك لمدة شهر بفروعه كلها لممارسة الرياضة والاهتمام باللياقة البدنية. شركة أوفيس لمساحيق وأدوات التجميل جديدة المتن بتقدم قصائم شرائية من منتجاتها. تو كيوت تو شوت باي ناتالي مقدم المتحف بتقدم جلسة تصوير للعائلة والأطفال. حياة بيوتي سنتر وميفنز مانكير لمطيلب صادر نوفيلي العنوان الأكيد للاهتمام بجمال الجسم والبشرة للسيدات والرجال، بيقدم قصائم للاهتمام بجمالكن من قبل فريق عمل متخصص بيستخدم أحدث التقنيات. دي سيركل بلاي بول الدمور بيقدم دعوة لقضاء أحلى الأوقات هالصيفية على أجمل شاطئ في الدمور. داينو سيتي بري هيستوريك بارك عجلتون بيقدم بضاقات لزيارته والتعرف على عالم الديناصورات. دعوات لحضور مسرحية الأطفال أنا لو تان كول لأنا سعد. أدفنتشر وورلد ببيروت مول بيستقبل أولادكم لتمضية أوقات مسلية داخل أكبر منتزه للألعاب الإلكترونية. بلازا بالاس تبرجة بيدعيكم إلى تناول العشاء والاستمتاع بسهرة السبت مع ألمع نجوم الفن. نسمة بحر الدمور بيقدم دعوة لتناول غداء فاخر والتمتع بأحلى الأوقات وبالمناظر الخلابة على شاطئ الدمور. الرابحين ببرنامج Let's Win بيستلموا جوائزهم من مبنى صوت لبنان دبي من الاثنين للجمعة بين 9 صباحا والاثنين بعد الظهر. À faire rougir les putains de la rate, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer. À faire flamber des enfers dans tes yeux, à faire jurer tout.
à faire dresser tes saints et tous les saints, à faire prier supplier nos mains. Je vais t'aimer, je vais t'aimer comme on ne برنامج لاتوين لاتوين اليوم بيستقبل معنا الفنانة الشاملة آلين لحود، مقدمة البرامج، الممثلة، الفنانة الغنائية، ما بعرف في شيء بعد، المخرجة، الكاتبة، بعد في شيء نسيته؟ لا لا هلا لا. هاي آلين. هاي رالف. كيفك؟ منيحة الحمد لله. اليوم في مجموعة أسئلة رح نكون عم نطرحها على المتصلين على 0-4-5-4-5-3-5-2 تا كل متصل يكون عم يربح جفت ويجاوب على أسئلة بتتعلق فيك، وبنفس الوقت أكيد في أسئلة معلومات عامة. قالين بداية من فترة صغيرة شهدنا تكريم بالحزمية لوالدتك، ولكن بعد رحيلة الفنانة القديرة سلوى الأطريب من المنطقة، من بلدية الحزمية، المنطقة يلي نشأت فيها من ولادتها لا هي مش من ولادتها، هي صاحبة جد كانوا يعني قبل الأحداث نقلوا من الأشرفية على الحزمية، فسكنت فترة قبل ما تتجوز، ومن بعد ما تزوجت رجعت سكنت بالحزمية، يعني قرروا هي وبي أنهم يسكنوا هناك لأنه حبوا المنطقة، ومن وقتها ما تركنا الحزمية يعني. وبعدكم لها وبعدنا. اليوم هالتكريم بتعتبري إجا مأخر ولا لو مأخر؟ لك كتير انطرح علي السؤال أنه طبيعة الحال بفضل كنت أنه أمي تتكرم بوجودها، أنه هي تكون موجودة يعني وتستلم هي التروفي وتتقدر من البلدية مباشرة، بس أي تكريم هو مبادرة حلوة، بس أنا دايما ظاهر التكريم لأشخاص من بعد رحيلهم أساسا بتزعجني، يعني أكنت نابعة من الدولة أو من أي جهة خاصة بلاقي أنه بتعتبريه هو بروباغاندا للشخص اللي عم بيقوم بالتكريم ما بدي أظلم هالقد، ما بدي أكون قاسية هالقد، بس بدي أقول أنه أنتوا جايين تكرموا هالشخص، مش جايين تكرموا لا جسمانه ولا بيته ولا يعني، حتى لو نحن معنويا مننبسط أنه لفتة حلوة وأنه بعدهم عم يتذكروا هالإنسان، هو تكريمه هو تكريم هالشخص، لازم هو يستلم هيدا التكريم، هيدا الوسام أو هيدا النشان. فتكريم الأشخاص من بعد رحيلهم حلو، نذكرهم بحفلات، نذكرهم بأعمالهم، نعمل سيرة ذاتية عنهم، يمكن نعمل دوكيومنتير عنهم، بس أنه وقت بيجي بيتكرم شخص رحل يعني شو ضفنا له يعني، ما هو منه موجود. طب قبلت تروح على التكريم؟ هلا قبلت ما في شك، لأنه أنا كل شيء له علاقة بأمي بيعنيلي، أنا بعرف قد الناس بتحبها. تعتبري هيدا واجب لازم تقومي فيه؟ مش بس قصة واجب، هيدا شي بعمله من قلبي، يعني ما بحس حالي عم بعمل واجبات، بس هيدا شي بعمله من قلبي، إني غني أغنيها مع العالم اللي بيحبوها، وبعرف إنه هالناس اللي كرموها هن ناس بحبوها. أنا عتبي الوحيد إنه هالإنسان بيكون عايش حدكن سنين، ليه بتتذكروه من بعد ما يفل؟ أو ليه بتتذكروه من بعد ما يضطر يمكن يغادر البلد، خلينا نقول إذا مثلا لبناني نجح خارج لبنان بيتذكروه، بيكون كل الوقت قاعد مقابلهم مش شايفينه يعني. فهيدي القصص اللي أنا بعلق عليها، إنه التكريم ليه دايما بيجي مأخر؟ لأمي ولغيرها، مش عم بحكي بس عن سلوى تما يقولوا إنه عندي تحيز، في كتير عمالقة عم بيروحوا بالتمثيل وبالإخراج وبالكتابة وبالمغنى وبالتأليف الموسيقي وما حدا عم يدرى فيهم، لانه ما يعني ما نعمل لهم قيمه. كان تحكي اصلا من حرقه قلب. اكيد انا انسانه بقدر الفن، بقدر الفن بكل اوجهه، يعني انا ما عم بحكي بس لاني انا اليوم منتمي لعائله فنيه معينه ولانه امي سلوى الأطريب، بس هذا حافز اضافي لالي تضوي على هالموضوع اللي عم بيطال كتير من الناس اللي عم تنظلم واللي ما عم تنعطاها حقها بحياتها. على 0-4-5-4-5-3-5-2 رح اكون عم ناخذ اتصالات، وبدي اطلب منك تاخذي اول اتصال معنا لليوم. اوكي الو. بونسوار. بونسوار. مين معنا؟ معك إليز بشارة. إليز؟ نعم. ينعاد عليك إليز. ينعاد عليكم كمان. كيفك؟ منيحة، أنت كيفك؟ كيف مقضي نهارك اليوم؟ ولا اليوم كل نهار بالبيت، رايحة أسهر عصية بمناسبة عيد السيدة. خاي إن شاء الله بتنبسطي. هاي إليز. هاي. كيفك سوا؟ منيحة، ينعاد عليك. مرسي وعليك. مرسي. بدي أسألك سؤال عن آلين. نعم. بأي برنامج هواة شاركت آلين بلجنة التحكيم؟ أوكي؟ أوكي. يعني بدنا ننتبه. بأي برنامج هواة شاركت آلين بلجنة التحكيم؟ رح أعطيك احتمالات. نعم. تالنتين على الأو تي في أو بي ذا فويس النسخة العربية. تالنتين أو ذا فويس. نقطع. نقطع.
أليس إذا عم تسمعنا بدي أطلب منها ترجع معي تتصل تنرجع نتابع الحديث عن التكريم وعن هالفترة يلي قطعتي فيها يمكن كذا مرة كنت عم تشهدي لتكريمات لوالدتي يعني هالموضوع كنت عم تلبي الدعوات وما كنت مش عطول كان عندي موقف من الموضوع يعني صار لنا 6 سنين ونص سلوى غدرتنا بيي كان عم بيلبي أكتر مني لأن أنا أخذت موقف شوي من الموضوع وصلت لمرحلة قلت له أنا ما بقى بدي أستهلك اسم أمي ولا بدي أستغل يعني على ظهر أمي أني أتواجد بالمناسبات الاجتماعية لأن أنا ما عاد يعني لي أنه نستغل اسم سلوى القطريب لنعمل احتفالات أنا خسارتي كانت كتير كبيرة خسرت أمي وخسرت فناني خسرها الوطن العربي كله صارت التكريمات بالنسبة لي بالآخر مع احترامي لكل شخص حاول يكرمها بس صارت مضاربة بالآخر يعني صارت مين بيزيد عمين كرموها هون أوكي هتلا نكرمها هون عملوا هالاحتفال هتلا نعمل هيك هاي القصص ما عادت تعني لي بمرحلة من المراحل عملت يعني بلوكاج عليه أو بويكوت مثل ما بيقولوا أنه ما عاد بدي انه لبي هالدعوات يلي من خلالها بدها الصحافة تسألني نفس الاسئلة وتنزل نفس الصور ويفكروا انه انا عم بعمل بروباغندا لحالي ومش هيك انا عندي كتير موقف اليوم من كتير ناس بيستغلوا الظرف وقت اللي بيخسروا حدا يضلون عم يبرزوا هن انه رح نحكي عن موضوع تجنيد الاغاني وكيف في فنانات كانوا عم بيجددوا الاغاني واذا بنفس الفيرسيون ولا بغير طريقة رح نرجع ناخد الاتصال اوكي الو الو بونجور بونسوار سعيدي اهلا ينعاد عليك معك سمير معي اهلا سمير سمير شو العائلة؟ عتاني كيفك؟ تمام كيفك انت يا سمير؟ تمام هذيك المرة الجمعة كنت عم نحكي معك وانقطع الخط ايه كنت صار مشكلة بالخط هلا كمان قطع خطة لأريز ايه ما كنت هول الخطوط رح أسألك سؤال يلي كنت عم بسأله لإليز بأي برنامج هويت شاركت ألين بلجنة التحكيم تالنتين أو ذا فويس بالنسخة العربية يمكن الأول واحد مثل بالنتين تالنتين ايه صح ايه صح هذا هو يلا مضبوط بشكر اتصالك سمير رح تربح معنا بوم من عند اف جي اي وبنفس الوقت رح تكون عم تربح معي بوم على دي سيركل تتقضي نهار على البحر ألين رح نحكي عن تالنتين ورح نحكي كمان قلنا عن الأغاني يلي جددت بس رح ناخد بريك صغير وبنرجع على نتابع برنامجنا معكم برنامج لاتسوين على أغاني ألين أغاني الحلوين وبصوت رائع ألين كنا عم نحكي قبل ما ناخد بريك عن الأغاني اللي تم تجديدها للفنانة الراحلة سلوى القطريب قبل ما أخد منك جواب بدنا نسأل سؤال للواتس أب وهو بأي لغة بلشت بالغناء ألين الفرنسية والإنجليزية أو العربية والفرنسية بتاعجوا بيتكن على 0300-933 لتربحوا معنا كاراوكي ماشين ألين بالنسبة لتجديد أغاني أمي أنا كان يعني عندي رأي من الأساس أنه أنا مني ضد أبداً لبل حتى أبديت يعني خليني أقول تقديري للفنانات اللي حبوا هن يكرموها بصوتهم أنه هذه مبادرة حلوة بتدل على أنه الأعمال الخالدة فعلاً ما بتموت وبتتنقل من جيل لجيل هلأ التعليق السلبي اللي كان عندي إياه هو بالنسبة للفرسيون اللي تقدموا فيها الأغاني أنا مني طالبة أنه يتقدم نفس الفرسيون عن النسخة الأساسية بس كان عندي تحفظ على بعض الأمور بالتوزيع وبالآلات المستعملة هلا الكلمات بقيوا هني زي لا لا أكيد هي الغنية ما بتغيرها بس الموسيقى صار أنا بقصد أنه بالتوزيع الموسيقى كان في بعض النيوانسات اللي أنا ما حبيتها يعني ما حبزتها كتير بس هيدا
بالنتيجة رأي خاص، يعني يعني هذا ذوق وكل واحد عنده آراء نسبية، كل واحد بيشوف الأشياء على طريقته الخاصة. مين فضلتي أكثر بالتجديد، كارول سميحة أو إليسا؟ أنا بحب صوت كارول أصلاً، يعني أنا من المعجبين بصوت كارول سميحة، بس قالوا لي العيد بصوت إليسا، يعني الفيرسيون اللي سمعناها قبل واللي أنا يعني وقت نزلتها سمعتها حبيتها فيها كتير حنية، يعني هذا اللي قدرت أسمعه. هلا ما بيعني هالشيء إنه أنا ما عندي تعليقات على بعض الأمور اللي بتعجبني واللي ما بتعجبني، بس المشكلة بلبنان انه نحنا كتير حساسين وما فيك تعطي رأيك، العالم بتاخدها شخصية، بتفكر انك عم بتهجمها لشخصها. انا بكل شيء عم بعطيه، يعني اليوم وقت بعطي رأيي بأي غنية حتى اجنبية او ما خصني فيها، بكون عم بعطي رأيي انا كمستمعة، فبالتالي في اشياء حلوة وفي اشياء مش حلوة، بس انا بحب صوت كارول سميحة اصلا. يعني نعم، رح نتابع مع الاتصالات يلي عم تتوفر لعنا على 0-4-5-4-5-3-5-2. واتصال جديد، تتفضلي. ألو ألو ألو، مرحبا. بونسوار، كيفكم؟ ماشي الحال، مين معنا؟ معك إسعاف غريب. أهلا وسهلا فيكي يا إسعاف. أهلا فيك. شو يا إسعاف؟ حبيبتي أنت متكرمية لأمك كل يوم وكل ساعة بأعمالك الحلو وبأغانيك وبكل شيء عم تعمليه. تسلمي، ميرسي. عم كرميه وعم تخلينا مبسوطين فيك كتير. تسلمي، الله يخليك حبيبتي. رح أطلب من قالين تسألك سؤال من المعلومات العامة يا إسعاف. مثل ما بدك خوي جلال. إسعاف، شو هي اللغة اللي أكتر شيء منتشرة بالعالم؟ شو أكتر لغة بيحكوها الناس بالعالم؟ في احتمالات يعني؟ يلا رح أعطيك ثلاث احتمالات. نين؟ طيب رح أعطيك احتمالين. هل هي اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية؟ يمكن إنجليزية بعتقد. مزبوط إسعاف، مزبوط. إسعاف رح تربحي معنا من عند FGI وبنفس الوقت رح تكوني عم تربحي معي من عند داينو سيتي. بشكر اتصالك. رح نحكي شوي عن تالنتين يلي هو برنامج الهوات يلي شاركت فيه بالسنة الأولى وبالسنة الثانية ما كنت موجودة، هل هو كان قرارك ولا قرار إدارة الأوتيبي؟ هو إذا بدك في مثل ما بيقولوا جوابين على هالموضوع، هو غيابي بالموسم الثاني بالأول كان قرار من الأوتيبي، وبعدين وقت اللي قرروا الأوتيبي يرجعوا يستدعوني أنا رفضت، لأنه صار في غلط من قبل إدارة البرنامج والقيمين يعني على البرنامج، كان في شوي عدم وضوح بطريقة التعاطي، يعني كان المقرر أنه منضل أنا وزياد صحاب الموسم الثاني، وكان عم ينحكى معنا بالموضوع يعني، ونحنا كنا عم مستغربين انه ليش ما رح يضل نادر معنا، انه نحنا معودين نكون ثلاثتنا سوا، واذ نفاجأ بمعدة البرنامج اللي انا بستضيق مش يعني بتلاقى فيها بالصدفة، وبقول لها شو كنت عارفة انه قريب الوقت التصوير، لقيتها تلبكت وقالت لي بدنا نبعث لكم ايميلات صار في بعض التعديلات، من طريقة حكيها فهمت انه في شيء، انه في شيء، تبين انه استبعدونا لقلي ولزياد ولمايا نعمة وجايبين عناصر جديدة، بعدين رجعوا قرروا بنص الطريق يرجعوا يتصلوا فيه ويقولوا لي لا نحن بدناك تكون، ساعتها أخذت أنا موقف من الموضوع، وأنا اعتبرت أنه قلت لهم إياها بالفم الملقان وبيعرفوا، قلت لهم إذا ما بيرجع زياد صحاب أنا ما بيرجع كمان، أنا كنت كتير مأمنة بتركيبتنا نحن الثلاثة، يعني كل واحد عنده كاركتر وكل واحد عم بيضيف على البرنامج، ومايا معنا كانت كتير لذيذة وعفوية وحبوها الأولاد وهي عندها وجه طفولة، فاعتبرت أنه نحن أز تيم أربعتنا كنا كتير من كامل. كيف لقيت التيم الجديد؟ أنا ما كتير تبعت الموسم الثاني، حضرت منه تقريبا يعني إذا بدك هيك من حلقتين، حضرت هيك مشهدين ثلاثة مثل ما بيقولوا، حسيت خسر طابعه العفوي، يعني ما في شك تطور يمكن البرنامج، صار عندهم استوديو أكبر وتكلفوا يمكن أكتر على تياب المشتركين وعلى الديكور وهالقصص، بس حسيت فقد عفويته، والحلو فيه كان بأول موسم أنه كان عفوي بيشبه هالولاد، حسيته صار عنده طابع جدي وصار التعاطي مع الولد كتير كأنه حدا كبير، ففقد شوي هالجانب البريء اللي فيه. شو كان تعليق نادر على رحيلكم من اللجنة؟ ما بعرف، بدك تسأله صراحة، يعني هو بيقول انه تفاجأ ما كان متوقع، ما بعرف صراحة، يعني انا ما فينا احكي عن لسانه. رح نتابع باتصالات، مجموعة اتصالات جديدة. الو الو، بونسوار، مين معي؟ مرحبا. مرحبا، معك نبيل مروش. كيفك يا نبيل، منيح؟ الحمد لله، مشكر الله. نبيل، بدي اسألك سؤال عن قالين، جاهز؟ ايه. يلا، مع اي فنان شاركت قالين بديو غنائي؟ مروان خوري،
أو وائل كفوري؟ لا مروان خوري. صح. نبيل رح تربح معي من عند FGI وبنفس الوقت رح تكون عم تربح معي بوم من عند Adventure World. بشكر اتصالك. أنا رح ناخد اتصال كمان هيك قبل ما نحكي عن الديو وعن شي جديد كمان عم يتحضر. تتفضلي ألين. ألو. ألو. بونسوار. بونسوار. مين معنا؟ معك إليز بشارة. إليز انقطع الخط من شوي. لا انقطعت الكهرباء. كنت عم تحكي لها على الهندي. ابتسمي أنت في لبنان. كنت عم تحكي على الهندي يعني وانقطع. عصبتي لأنه حكيني. بسألها أنا سؤال لإليز. ايه اوكي إليز. نعم. شو هي أكبر قارة بالعالم؟ أكبر قارة بالعالم آسيا. برافو عليك يا إليز. صح يا إليز. نعم. رح تربحي معي من عند FGI وبنفس الوقت رح تكوني عم تربحي معي من عند أوفيس برودكت ميك أب تنقي أنت على ذوقك. أوكي؟ بشكر اتصالك. رح نحكي شوي عن بعشق روحك والكلمات. هيدا ديو يلي بعده لهلأ. عادة في كتير ديويات بيعملوها بس بنحس انه بيقطع وقت وخلص بتنتسى يعني. بعدنا لهلا العالم بتلفن على الاذاعه بتطلبها. ان كان نحن بالسديات تبعونا بالسياره بنكون حاطينها بالبلاي ليست تبعنا. كيف بتقيمي نجاح الديو؟ يعني الحمد لله انا بعتبر انه مروان كان وجهه خير علي وانا اساسا من المعجبين جدا بالحانه. وقت اللي طرح علي الفكره ما ترددت ولا لحظه لانه اول شيء عجبتني كثير الغنيه وكانت فرصه لإلي. يعني أنا بعتبر أنه مشاركتي مع مروان بهالديو كان نقلة نوعية بمسيرتي الفنية. فتح لي كتير بواب على العالم العربي. حتى بالمغرب العربي تعرفوا علي الناس لأنه هو عنده قاعدة جماهيرية كبيرة بالمغرب وبتونس. وحمد لله الغنية كانت في الخير علي أنه الناس حبتها. ناس طلبتها مني بأعراس, طلبتها مني لفيرست دانس, طلبتها مني لمناسبات كتيرة. يعني بعرف أنه فاتت عقلوب العالم لأنه حنونة ولأنه قريبة ولأنه لحنا بينحفظ بغض النظر أنه مروان أكيد. وأنا حسيت في انسجام. يعني كل الناس علقت على انسجام الأصوات بيني وبين مروان. وما في شك أنه مروان يعني ما بده شهادة ألحانه بتحكي عنه ولا غنية اسم الله عليه. أنا بقول له يا ما كنت أعمل بلاي ليستات على السديات أقعد أسمعها. ما أعرف أنه هالألحان لقله. واكتشف أنه على 20 غنية منقيتها في 16 غنية مثلا لمروان خوري وكلهم هتات. فما في شك أنه ملحن موهوب جدا وأنا أعطيني فرصة بعتز فيها كتير. وأكيد حب أنه نكرر التجربة وحاليا عم نشتغل على أغنية إن الله راضي. يعني قبل ما نحكي عن الأغنية الجديدة رح ناخد اتصالين جديد. ألو. ألو. بونسوار. بونسوار. مين معنا؟ كيفك؟ منيحة. كيف صحتك؟ الحمد لله. مين معي؟ معك علي الأتات. أهلا علي. كيفك؟ كيف صحتكم؟ ماشي الحال. علي من وين عم تحكينا؟ من طريق المطار حبيبي. كيف صحتك؟ تمام. كيفك عنا. انت؟ ان شاء الله بخير. ماشي الحال. علي شو اسم العمل المسرحي اللي قدمته آلين؟ ما فيك تعطيني معلومات عامة؟ بحب المعلومات. معلومات العامة؟ ايه. طيب اوكي خلص. طيب شو هي اقدم لغة مكتوبة بالعالم؟ اقدم لغة مكتوبة بالعالم اللغة الأرامية هي. لا 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 يا علي خسرت معنا. نعتذر. مش الأرامية. بنعتذر منك. يلا رح ناخد اتصال تاني. ألو. ألو. بونسوار. مين معي؟ بونسوار. يعطيكم العافية. الله يعافيك. معكم حسين جنبان من البقاع. أهلا وسهلا فيك يا حسين. تسمح لي أحكي كلمة صغيرة؟ أي أكيد. أنا شخص خبير بالموسيقى بعتبر الست آلين نمبر وان. مرسي. بكل معنى الكلمة. الله يخليك. مرسي. بكل معنى الكلمة. الله يقويكي. تسلم. الله يخليك. مرسي كتير. تسلمي. بدك تشارك معنا؟ إذا في مجال. شو اسم العمل المسرحي اللي قدمته آلين؟ هو بس بدك توضح مع مين أنا قدمت. لآل الرحباني. أوكي رح نحكي عن هيدا العمل. في احتمالات يعني بتعطيك علينا الاحتمالات. هي بتهين لك اياها او بتصعب. استغفر. رح اعطيك احتمالين. نعم. اول احتمال اوبرا الضيعه وثاني احتمال على ارض الغجر. اوبرا والاثنين مصعبين الاحتمالات. انت شو بتحس اياها كانت الرحابنه؟ هلا ما بعرف اياها اللي شاركت فيها علينا يعني. مع الرحابنه شو بتحس انت؟ شو بتحس ستيرا لآلين؟ أوبرا الضيعة ولا عرض؟ بس أوبرا الضيعة.
هلا هو معك حق، انا شاركت باوبرا الضيعة بس مش هذا هو العمل اللي كان مع بيت الرحباني. الغجر فازا هذا هو عرفت. هلا رح ربحه انا لحسين بس لانه اول ما تلفى حب كتير صوتك احسن من فلو زعلان. خلص بتربح معنا حسين، رح تربح معنا من عند اف جي اي، وبنفس الوقت رح تكون عم تربح معي غدا من عند نسمه بحر. بشكر اتصالك حسين، غدا لشخصين. قالين رح نحكي شوي عن أرض الغجر يلي هو تعامل صار مع بيت الرحابنة مع غادي الرحباني، مع غادي الرحباني وبطولة غسان صليبة المسرحية كانت صح. اليوم قبل ما كان يصير في تعاون بين آل الرحابنة وآل لحود، اجت قالين وكسرت القعدة. ليك كتير نحكى بالموضوع، هي التركيبة كتير بسيطة، انه بالزمانات عاصي ومنصور يعني الأخوين رحباني الله يرحمهم كان عندهم الفيدات تبعهم اللي هي فيروز، وروميو لحود عنده الفيدات اللي هي سلوى القطريب، فما كان في المسرح المتنافس. مزبوط، بس انه كل واحد عنده الاكيب تبعه، فما كان في فرصة انه يصير في تعاون، لانه كل واحد عنده البطلة تبع مسرحياته وعنده الفنان اللي عم يشتغل عليها. اليوم هي على اتفاق الرحباني، مش قصة اتفاق، هو في صداقة اساسا تجمع بيناتهم، يعني صداقة قديمة رغم مثل ما بيقولوا عداوة الكار، يعني ما بنحب نسميها عداوة اكتر ما هي منافسة شريفة. بس اليوم تغيرت كل التركيبات، لانه اليوم استاذ غدي كان مفكر فيه لألي بهالمسرحية وطرح علي الموضوع قبل بسنة من ما نعرض على أرض الغجر، واليوم هو منه يعني منه مرتبط مع اسم معين، بيقدر يشتغل معي مثل ما بيقدر يشتغل مع غيري، فبالتالي ما فينا نجي نقارن إذا بدك اللي عم بيصير اليوم باللي صار بالسنين القديمة. هلا في كتير قالوا لي كسرت القعدة وكسرت الجليد بين اتنين، لا هي تركيبة طبيعية صارت، مثل ما هو أخذ مبادرة أنا كمان يعني لقيت إنه العرض نسبني وعجبني وكملنا بعضنا بهالعمل، وكان أكيد إضافة كتير أساسية لألي. هالعمل معقول نشوف عمل جديد كمان مع بيت الرحابنة؟ أنا دايما من فتحة لأي عرض بيتقدم لي إذا كان يعني بيناسب تطلعاتي وبيشبهني وبيقدر يطورني كممثلة وكمغنية. وأنا أساسا التعامل مع أستاذ غادي ما وقف، صحيح من بعد ما عدنا عملنا مسرحية بس اشتغلنا على كتير أعمال غنائية، وأنا أكيد حاضرة لأي عرض، بعرف أنه هو وقت بيشوف شيء مناسب لألي رح يعرضه علي، وأنا مستعدة دايما. رح نروح لبريك جديد قصير ورح نرجع تنتابع بمجموعة أسئلة جديدة عن قالين. عيوني أنا عشق الصهر من لما شفتك يا قمر، بسهر أنا بحلم أنا يوم اللي روح شوفك معي تاخدني لبعيد الصور، حبك عيوني جانا لنتابع معكم برنامج Let's Win. برجع بحييكم من جديد وين ما كنتوا عم تسمعونا على 0454535252 ناطر اتصالاتكم، وعلى الواتساب على 03000933 ناطر منكم جواب إذا بأي لغة بلشت قالين بالغناء، إذا العربية والفرنسية أو الفرنسية والإنجليزية. فكروا شوي، اعملوا جوجل سيرش بس يقولوا اللغتين يعني مش يجاوبوا يعني لغة واحدة. في أشخاص عم بتجاوب معنا مثلا يا فرنسية بس يا عربي يا أنجلي، سو نوعون لأنه هن لغتين، يا عربي فرنسي يا عربي يا فرنسي أنجلي. أنا ضيع قارين هينينون إياها يعني. هلا معروف عني انه انا كنت ببدايتي غني كتير اجنبي، حتى اني اطلقت البوم باللغه الفرنسيه، فمن هون وبالرايح انه يستنتجوا يعني. اوكي رح ناخد اتصالات جديد. الو بونسوار. بونسوار، مين معي؟ علي سيف الدين. اهلا وسهلا فيك يا علي. والله انطرت مليح والله. طيب هيدا حظك. بس هيك معلومات عامه على الفوتبول هيك. كمان منقص لا. لا على الفوتبول ما في. على الفوتبول على الفوتبول والله طرت بيع بس سعدوني. طيب انا رح نسألك سؤال هين ما تعتلها. شو هو اضخم الحيوانات بالعالم؟ شو اكبر حيوان بالعالم؟ الدب القطبي او الحوت الازرق؟ في احتمالات؟ الدب القطبي او الحوت الازرق؟ معقول الحوت؟
مية بالمية. برافو يا علي. بس ربح لي شيء هات نسوان. ايه اوكي ما تعتنها. شي نسوان. شي نسوان قال لي. مقرر شو بده السؤال ومقرر شو بده الهدية. هيدا احنا متصل. ايه ونطر. ما بيخليني افكر انه شو معقول اسأله. نقي له شي ميك اب. يلا اف جي اي ورح نقي لك. لا ما رح نقي له شي نسوان. كل مرة عم نقي لك شي نسوان. شو قصتك يا علي؟ كل مرة عم يربح. علي دايما عم يربح معنا. خلاص رح أنقلك من داينو سيتي. جايزة. بشكر اتصالك أنا. قالين رح ناخد اتصال جديد. تفضلي. ألو ألو مين معنا؟ علي سلمان. أهلا وسهلا. أهلا علي. منين عم تحكينا؟ عم بحكيكم من نهر الموت. ايه أهلا علي. أهلا فيكي. بدك سؤال عني ولا سؤال معلومات عامة؟ لا نحن بدنا نقرر. رح أسألك سؤال عن قالين. بأي برنامج للهواة شاركت أنين لحوت كمتنافسة؟ أها في احتمالات شيء؟ ستار أكاديمي أو ذا فويس؟ ستار أكاديمي. نتأسف خسرت معنا. ولا هلا كل الضجة. ما كان متابع. هاي موقع وهلا هو عم يتصل فينا مش ظابط. ما في إرسال. راح نتابع باتصال جديد. ألو؟ الو بونسوار. مين معي؟ جويس شارة. اهلا وسهلا فيك جويس. اختها لاريز. نعم اختها لاريز. اليوم العينة عم تتصل. عم تعلق معنا. اوكي باي حدكم بعوكر مثل هيك. اوكي جيراننا. باي شهر ولدت قالين لحود؟ رح اعطيك احتمالات هلا انه هو شوي سؤال صعب. سافا. بازار أو بأيلول؟ هلا هي برج الحوت يمكن؟ برج الحوت. لأنه هلا هي نقيت هيدا السؤال شو هو أضخم حيوان؟ أيلول. برج الحوت؟ أدار. صرت عم بشتغل بالعلم الفلك لهين الكلية. أدار. لكن هلا هو السؤال صعب. ايه بس انت جاوبت يعني تقريبا ما ايش انه تركته وفي معيته كله غلط. شو رأيك مربحة ولا لا؟ انت ربحت اليز؟ ايه ايه لا خلص خلص. جويس باي جويس. حقا اليز. لا انه تو بي فير يعني اوكي يقولوا هلا عم نربح العيلة كلها. علي سلمان ما ربح. رح ناخد كمان بعد اتصال قبل ما ننتقل تنحكي عن زوجي. الو الو بونسوار. معك وفاء المصري. اهلا وفاء. من وين عم تحكينا؟ من بيروت. اهلا وسهلا فيك يا وفاء. فيك. بونسوار قالين. بونسوارين حبيبتي. وفاء رح اسألك سؤال عن قالين. اي تخصص تابعت قالين؟ الاخراج والتمثيل او التعليم المدرسي؟ اخراج وتمثيل. صح اخراج والتمثيل. رح تربحي معي من عند اف جي اي وبنفس الوقت مبروك. رح تكوني عم تربحي معي جايزة من عند توكيو تو شوت تتعملي فوتو شوت. اوكي قالين رح نحكي شوي عن تجربتك بزو فويس. في كتير من الاشخاص نطرتك بزو فويس وتابعتك وكانت ضجة كتير كبيرة لقالين. اول شيء الدخول بالمنافسة، هل هو لاصدار ضجة لقالين جديدة ولا بتعتبري انه هو بس حبيتي تفوتي كمتنافس؟ لا ما لا هيك ولا هيك. انا اتصلوا فيي من باريس بكل بساطة، منتج بعرفه من كذا سنة التقيت فيه خارج لبنان، وكان عارف بوقتها انه انا بغني وكان يعجبه كتير صوتي، وكان دايما يقول لي انه انت لازم تعملي كارير برا. ومرقت الايام هو المنتج بيزو فويس اتصل في عبر اجان كان موجود بلبنان وقال له بليز شوف لي قالين لحود اذا موجوده بلبنان بدنا نتصل فيها. اتصلوا فيي عرضوا علي الفكره، اول شيء رفضت. ضلوا يتصلوا فيي على كذا اسبوع تيقنعوني لحد ما سافرت على فرنسا وتقبلت معهم ولقيت انه بتفتح لي ابواب هالفرصه. يعني بس انت كنت عارفه انه رح تدخلي بالبرنامج يعني من قبل ما تفوتي وتغني قدام الجوري؟ عارفه انه رح ادخل رايحه اعمل كاستنج، يعني رايحه تغني. اول شيء بتغني قدام، بتبعت على سكايب بيشوفوك. مزبوط. بعدين بتغني قدام 25 منتج. هو كلهم صاروا؟ ايه كلهم صاروا. بتغنيهم، بتقطع مرحله المنتجين، بتوصل على البلايند اوديشنز. بيجيك ساعتها ورقه انه انت تاهلت للبلايند اوديشنز وشفتوا انتوا الباركور الثاني. اليوم هالتجربه بتعتبريها فادتك؟ اكيد ما فيني اعتبرها غير ايجابيه. هلا نحن بكل شيء تجربات بحياتنا بنقول انه في ايجابيات وفي سلبيات. اذا بدك تختاري شيء سلبي بالتجربه شو بتختاري؟
إذا بدي أختار شيء سلبي أنا ما بشوفها سلبية صراحة. الناس بيتفاجئوا يعني بيطلعوا فيها، حتى أصحابي بيقولوا لي شو هالروح الرياضية. مش قصة روح رياضية، أنا رايحة وعارفة في خسارة وفي ربح. كيف لقيتي وجود هبة طواجي بالذا فويس الموسم؟ مثل الوقت اللي كان أنتوني توما، كل شخص لبناني نحن بنتحمس وقت اللي بنشوفه خارج لبنان. لا أنا بنبسط إنه يكون في حدا من لبنان عم بيمثلنا اليوم. هلا صحيح هبة معروفة أكثر ويمكن عندها رصيد كان بالنسبة لوقتها شارك عم بحكي أنتوني، بس أنا بالنسبة لي لبنانيتي بتلعب أي قبل أي شيء تاني. يعني وقت بشوف أي شخص لبناني بأي دومين عم بيشارك بشيء عالمي بتحمس كتير وبنبسط كتير. نومي غريس ديب وقت كانت معنا بالستوديو من فترة قالت انه تقت اتصال تشارك بـ The Voice، ولكن اعتبرتها انه منه اتصال جدي ويمكن ايه مثل ما انا صار معي، انا فكرته ضرب بالاول وقت الحكيون. نعم، وسألناها انه كيف بتلاقي وجود آلين وهبة وكيف بتلاقي The Voice. هي اول شيء اعتبرت انه هي بتستحق تكون اكتر باللجنة من ما تكون كمتنافسة، واعتبرت انه هبة بتستحق تكون بـ The Voice. ولما سألناها عنك انه بطريقة قالت انه هي عبرت عن حبها لك وهيك، بس ما علقت على الموضوع. شو تعليقك على الموضوع؟ لا تعليق على الموضوع، اذا هي ما علقت ليش انا بدي اعلق؟ ما عندي تعليق، كل واحد حر برأيه. يعني يمكن هي شافت انه انا محترفة مش لازم اكون، ما بعرف، او يمكن هي ما حبت اطلالت هي. يعني بالنتيجة انا ما علي علق على اراء غيري. أنا إنسانة وقت لفتت على هالمجال رالف عرفت إنه في ناس رح تحب في ناس ما رح تحب، في ناس رح تزقف لي وفي ناس لا، وهذا كان مبدأ أمي من الأساس اللي ربتني عليه. فما بعلق شو ما نقال عني حتى لو كان انتقاد، إذا كان انتقاد بياخده بعين الاعتبار، وإذا كان بلا طعمه ما بعلق عليه وبكفي طريقة. يعني رح ناخد مجموعة جديدة من الاتصالات لننتقل لمواضيع جديدة. تفضلي. ألو ألو، مونسوار مونسوار، مين معنا؟ ميراي شغالي. هاي ميراي، كيفك؟ طبعا، وانت كيف؟ ماشي الحال. مين عم تحكينا؟ عم بحكيكي من هون من دبي. اوكي، جارتنا يعني. ايوه. انا بحب الاول هنيكي على روحك الحلوة وعلى طلتك على المسرح وعلى ابتسامتك الحلوة. عن جد يعني بس واحد يشوفك بس يطلع ابتسامتك شو حلوة. كلك ذوق، مرسي كتير. مرسي. هلا لانه انا وزياد يمكن بعرفك، انت منك كنت من حبالين وهيك وقاعدة بحبالين، وانا كنت قاعدة بجبال. انا ست من حبالين، كنا نصيف عند عمتي. ايه، نحن وصغار كنا كتير نطلع حبالين. صح بقى، يعني هيك بحس انه انت قريبة اكتر من الناس والناس بحبوك. مرسي كلك ذوق، هذا نعمة بشكر ربي عليها. مرسي كتير. ايه مظبوط، هيدا نعمة من الله انه تقدري هيك تفوتي على قلوب الناس. ايه الحمد لله. شو بسأل انا سؤال ولا بدك انت تسأل؟ لا بدي اسأل عنك. يلا. شو اسم اول اغنية باللغة العربية اطلقتها آلين؟ رح تعطيك هي احتمالات. ايه بليز. اول غنية هي ذكرني باسمك ولا حبوك عيوني؟ ميراي، حبوك عيوني ولا ذكرني باسمك؟ انا بقول حبوك عيوني. برافو ميراي. رح تربحي معنا من عند FGI، وبنفس الوقت رح اعطيكي دعوة على باينلاند تطلعي تقضي ليلة هونيك وتعملي سياسه. هلا احلى شيء بالصيفية. اهلا وسهلا فيك يا ميراي. رح اخذ اتصال جديد. الو، بونسوار. بونسوار، معك نهاد كحيل. اهلا وسهلا فيك يا نهاد. الحمد لله، كيفك؟ منيحة؟ نحن جيران ست سلوى القطريب بالأشرفية. اهلين. ايه نعرفها منيح. اهلا. يلا رح تسألك آلين سؤال من المعلومات العامة. كيف آلين؟ منيحة منيحة، انت كيف؟ الحمد لله. شدي حالك آلين. اوكي. بدي اسألك شو هي اللغة الرسمية بالمكسيك؟ ما في احتمالات؟ بلا، هل هي اللغة الفرنسية ولا اللغة الإسبانية؟ الإسبانية. برافو عليك. الإسبانية؟ لكن رح تربحي معي يا نهاد من عند FGI، وبنفس الوقت رح تكوني عم تربحي معي من عند Adventure World. بشكر اتصالك. رح نروح لعناوين الراديو راما ونرجع تنتابع حلقة.
مغنية من على أرض الكجار. تجربة مسرحية كانت ناجحة جدا بالنسبة لي. الحمد لله. اليوم في تجربتين جديد عم بتحضريهم. الأولى هي مع الأستاذ روميو لحود عميد، والتانية هي مع مروان خوري مثل ما ذكرتي. ايه هلا مشروع مروان مأجل شوي يعني، لكن هو يعني كنا ارتحنا شوي من موسم. لا يعني اكيد، لا الغنيه موجوده، مش بنوعد. لا لا الغنيه موجوده، بس في غنيه رح تنزل قبلها من كلمات والحان روميو لحود، هي رح تكون الغنيه الثانيه يعني من بعد مش هون اللي نزلت سنه الماضي. السنه عم نزل غنيه من توقيع روميو لحود، ومن بعدها ان الله راد رح تكون اغنيه مروان اذا الله بيريد. ليه ما بنشوف انين بعمل مسرحي للاستاذ روميو لحود؟ رح تشوفنا. مين قال لك؟ رح تشوفنا. طيب عم نسحبهم يا حل. رح تشوفنا ان الله راد. نحن هلا بلشنا تمارين لبنت الجبل، إعادة بنت الجبل بنسختها الجديدة، وبإذن الله بتشرين الأول رح نكون على مسرح ألبير يلي أخده أستاذ روميو، واللي رح نفتتحه ببنت الجبل أنا وبديع أبو شقرة وجابرييل يمين وماجي بدوي وعصام مرعب ولودي أزة ومجموعة كبيرة. لكن موفقة بكل الأعمال اللي عم بتحضريها، يعني ناطرين آلين بشتوية حافلة. الحمد لله، يعني أنا فيني أعتبر أنه الصيفية والشتوية السكادجول تقريبا معبى، وبتعرف أنت المسرح بده التزام، يعني عنا 3-4 أشهر التزام شبه يومي، لأنه مسرحية بدها تنعرض على فترة، والمسرح الغنائي بتعرف فيه مجهود جسدي ونفسي، ومحمسين كتير. لكن ناطرينك نحن بالأعمال. رح ناخد اتصالات جديدة. ألين، ألو. ألو، بونسوار، مين معي؟ مرحبا. بدي أطلب منك بليز توطي صوت الراديو، تسمعيني من التليفون تما يصير في رتور. معك زينة جنون. أهلا وسهلا فيك زينة. بدي أتكلم على ألين. أهلا حبيبتي، كيفك؟ كيفك ألين؟ أنت كيفك؟ الحمد لله بخير، أنا كتير منحب صوتك. مرسي حبيبتي، الله يخليك. زينة، بدي أسألك سؤال عن ألين. لأي مؤسسة وطنية أدت أغنية ألين؟ في احتمالات؟ للصليب الأحمر أو للجيش اللبناني؟ أو اثنيناتهم؟ اثنيناتهم. أنت برأيك؟ ايه. أكيد؟ شو ألين؟ اثنيناتهم؟ صح. لكن ربحتي معنا زينة بوم من عند اف جي اي، وبنفس الوقت رح تكوني عم تربحي معي عشاء من عند بلازا بالاس. شكرا. بس من وين بناخد الجوائز؟ من مبنى اذاعه صوت لبنان دبي، من التنين للجمعه من الساعه 9 للساعه 2. تقطيع من سنتين للصليب الأحمر، أكتر من سنتين من 4 سنين تقريبا، وبنفس الوقت من فترة مش كتير طويلة من سنتين غنيت الجيش للجيش اللبناني. بتحب تغني للمؤسسات الوطنية؟ بحب غني للجيش اللبناني، أكيد بحب المؤسسات الإنسانية والوطنية أني أخدمها بصوتي، بس بالتحديد الجيش اللبناني له مكانة خاصة عندي. عندي تعصب للجيش. أكيد نحن بنوجه له تحية كتير كبيرة، لأنه هو اليوم الحماية طبعا للوطن. هو المؤسسة الوحيدة اللي بعدها وقفة على إجريها واللي محترمة واللي أقل شيء كلنا نلتف حواليها. هي أصلا كانت المؤسسة الوحيدة وبعدها، يعني ما طبعا كان في ولا مؤسسة طبعا فيها. وكل إنسان جرب يعتدي عليها بعتقد عم بي شوي وشوي عم بي عم يجي هيك القصاص اللي لازم يجي. أكيد. عرفت حشو عفتها. قالين رح نحكي شوي عن المسلسلات الرمضانية يلي شاركت فيها، درب الياسمين وذهاب وعودة. صح، مسلسلين كنت عم بتطلي فيهم بشهر رمضان. خبرينا عن تجربتك أول شي بدرب الياسمين. جمعة الماضي كان معنا نيكولا مزهر وسألناه بنفس الوقت انه هالتجربة بتخاف انه تحطها على الكاريير تبعك، انه انت شاركت بقضية وطنية وقضية حزبية بنفس الوقت وانعرضت على قناة المنار. شو تعليقك انت على هالسؤال؟ سؤال نيكولا.
نيكولا اعتبر انه هي قضية وطنية ف بامتياز فلازم يكون عم بيشارك فيها لانه هيدا واجب وطني. انا بعتبر اول شيء هذا عمل فني. يعني انا من منطلق اني انا ممثلة اي دور بينعرض علي كان قصة حقيقية او قصة من نسج الخيال اذا عجبتني انا بدخل عليها وبشارك فيها وبعطيها من احساسي. ما بقعد بحسب مين الشركة المنتجة او مين القناة اللي رح تعرضها طالما عجبني الدور. فقبل ما فوت بكل الديباجات السياسية الوطنية او الحزبية هيدا عمل فني وعمل فني ضخم جدا وعمل فني حلو كتير، بالاضافة لانه بيضوي على الحياة الجنوبية باخر التسعينات، على الحياة الاجتماعية، على المقاومة الاجتماعية اللي كتير من الناس ما بيعرفوها. كان من الضروري انه نضوي عليها. انا عجبني العمل ككل وما بفكر اليوم بقدر انا كل اعمالي بتنعرض على كل القنوات، لانه انا ما بعتبر حالي تابعة لفئة ولا بنتمي لحزب ولا عم بتوجه لجمهور واحد. بقيت ما تبقى الناس كيف بيتلقوها هذا الشيء بيرجع للناس. انا عملت شيء اقتنعت فيه فنيا بالدرجة الاولى. اصلا المسلسل كان ناجح الحمد لله كثير، نزلت مشاهدة عالية كتير. جدا. عن مسلسل ذهاب وعودة الى جانب احمد السقا، كيف كانت هالتجربة؟ تجربة رائعة. أول شيء تجربة فتحت لي كتير بواب على العالم العربي. ممتع جدا العمل مع أحمد السقا لأنه جدا محترف، وشركة الصباح بغنى عن أنه واحد يحكي عنه، محترفين لأقصى الدرجات. كنا عم نشتغل بتقنيات عالية، قصة حلوة كتير، دور استفزني كمان. كنت عم بلعب دور فتاة فلسطينية، كنت عم بشتغل على لكنة جديدة أني أحكيها. عم بشتغل واجهت صعوبة؟ ما واجهت صعوبة لأنه الكوتش اللي كان معي كتير كان عم بيمرني صح، ولقى أنه أنا بلقط لغات. أنا أصلا حدا بيلقط كتير لهجات ولغات وعندي شغف للغات واللكنات يعني. فكان عندي حماس كبير ألعب الدور وكون مقنعة فيه، وإجاني كتير ردت فعل من فلسطين. هذا الشيء بعتز فيه أنه أبناء فلسطين يهنوني هن أني كنت عم جيد لغتهم ولهجتهم. هذا الشيء بيفرح لقلبي. رح أطلب منك تاخدي اتصالات جديدة نسأله عن معلومات العامة. يلا. ألو ألو بونسوار. بونسوار، يعطيك العافية. الله يعافيك. مين معي؟ ماري تبشراني. ماري تبشراني. ماري نعد عليك اليوم. مرسي وعلينا ياكن. مرسي كتير. بدي أسألك سؤال. نعم تفضل. بأي سنة هبط الإنسان لأول مرة على سطح القمر؟ 1900 رح أعطيك احتمالين. هل هو بال69 أو بال71؟ 69 أو 71 هبط الإنسان على القمر. بعتقد 69. برافو عليك يا ماري. صح يا ماري. رح تربحي معي من عند FGI، وبنفس الوقت رح تكوني عم تربحي معي شو بقى نقيلة مساج من عند ايفن. اوكي. في كادو كمان لأليك من حياة بيوتي سنتر، مساج وشو ما بدك انت بتختار. مرسي. علين رح ناخد اتصال جديد، تفضلي. الو الو بونسوار. مرحبا. مين معنا؟ الو الو. ايه عم بسمعك. مين؟ اول شيء انا بدي احكي شغلة. الي تقريبا 25 دقيقة ناطرة على التليفون. بس بعد ما صح يا ربيع ردك على شغلك وفنك ونشاطك وقديش عندك ثقة بنفسك، راحوا 25 دقيقة صاروا ثانية. الله يخليك. الله يخليك. كان في ست حكيت قبل شوي. نعم. قالت لك بسمتك حلوة. هي بسمتك ما إلها علاقة بالحلقة، ضحكتك الحلوة. الله يخليك. لأنه ضحكتك بتشمل أكثر من بسمة. تسلم. وبتضحكي أنت، عينيك بيضحكوا بيتبسموا، جمتك بتبسم، كل شيء فيك بيبتسم، لذلك ضحكتك الحلوة. الله يخليك. لأنه الضحكة بتشمل أكثر بسمة، أكثر من بسمة. طب ما عرفنا مين معنا. كل هالغزل وبعد ما عرفت قارين منيح. كيف كيفك؟ تمام. انت عندك احسن ضيف اليوم. يلا خليك. مرسي كثير. هي احسن ضيفي وانا عم ضيفي. مع احترامنا اكيد لكل الضيوف اللي قطع. 25 دقيقه بس عم بسمعها مبسوط فيها. الله يخليك. ما عرفنا مين معنا. انا معكم استاذ مالفي بيعرف. قلت له مثل الماضي اتصلت له قلت له اذا كنت مريض مين بياخذك على المستشفى؟ قال لي الامبولانس. اسعاف. انت جوزة لاسعاف. انا جوزة لاسعاف. الله يساعد اسعاف عليك. والله العظيم انا جيت مأخر قالت لي خذ حكي على التليفون، سمعتها لأن دقيت بس انا مش حافظ الاسم، بتذكر انه شو عملت فيه الحزوره بس مش ناسي. شو الاسم لكان؟ انا اسمي عصام جنبين. اهلين. اهلا وسهلا فيك يا عصام. بس مدام قالين الحقيقة أنا انبسطت فيكي، قديش ثقتي كبيرة بنفسك. الله يخليك. كلك ذوق. من الفنانين اللي عندهم ثقة بنفسهم هالقد. كلك ذوق. تسلم. أنا متابعك على الراديو وعلى التلفزيون باستمرار وأنا انبسطت فيكي. مرسي كتير. مرسي. يعني انت ست و
بكل معنى الكلمة. بدي أسألك سؤال معلومات عامة. شو هي؟ لا لا رح أعطيك احتمالات. شو هي اللغة الرسمية بالنمسا؟ هل هي الألمانية أو الفرنسية؟ لا بعتقد الفرنسية أنا. لا لا يعني انا قلت لك بعتقد ما جاوبت بعد. لا ما فيك تلعب معنا. ما فيك يا عصام ما فينا هيك. صرت يا عصام. بشكر اتصالك يعني. ما علي يعني اليوم العائلة كلها ربحت، اسعاف ربحت وحسين ربح. ما أعرفه. رح نتابع باتصال قبل ما نرجع نحكي عن المسلسلات يلي عم تكتبيها. الو الو مرحبا. مرحبا مين معي؟ معك فاطمة المصري. أهلا وسهلا فيك يا فاطمة. كيفك أليم؟ منيحة الحمد لله. كيفك أنت؟ الحمد لله. كل شيء تمام؟ الحمد لله. رح أسألك سؤال عن آلين. بأي سنة بلشت آلين بالغناء؟ سنة 2006 أو عام 1997؟ 2006. 2006. شو يا آلين؟ 97. إيه بال 97 صح. بس جوابي غلط. بدي أشكر اتصالي. بال97 آلين ولا بال97 شاركت هو تقول لك كيف بلشت. هي شاركت بمسرحية غنائية. كنت صغيرة وكان عندي دور. كنت أول مرة بطلع على مسرح خارج إطار المدرسة. يعني هي أول كانت أول مرة إذا بدك. وأنا بلشت أبكر حتى. بس أنه كنت أول مرة بقوم بدور وكنت صغيرة بالمسرحية وكان عندي دور غنائي وينطروني لأطلع. يعني عندي مشهد بطلع بغني فيه. فهيدا إذا بدك. هلأ شو بدنا بالمدرسة؟ بس أنا الاحتراف بالمدرسة وهلأ بيقولوا لي لا لا هي مش مدرسة. هي كانت مسرحية عملت خارج إطار المدرسة. عم بحكي قبل. بس أنا لا أنا غنيت باستوديو احتراف يعني مسجل اليوم بي أغاني أمي كان عمري 3 سنين موجودين يعني. بس فعليا الكاريير تبعيتي بلشت بال2004. انا نعم. بال2004 انطلقت مزبوط يعني بلشت انعرف يعني كانت الانطلاقه من تركيا. غبت بعد 97 ترجع غبت لانه في يعني خلصت مدرسه وتفتت بعدين على الجامعه. يعني بلشت مع الجامعه كنت عم بلش الكاريير. في كتير ناس ما بتعرف انه آلين دارسه اخراج وتمثيل. ايه وهيدا الشيء اليوم بلش يتطبق لانه آلين عم تكتب مسلسلات. صح. وأوقات بيعتبروا أنه آلين متعدية على مهنة التمثيل أنه فنانة مغنية لأنه ياخدوها لأنه كباك جراوند شو. ما بيعرفوا. بس لا بيعرفوا كتير أنه عنده شهادة من الجامعة اليسوعية بالإخراج والتمثيل يعني. بس أنه هلأ بيعتبروا البدونية. أنا برجع بقول لك رالف يعني نضل نسمع هلا هن كلهم متعديين اصلا. هو ثلاث ارباع بالدومين متعدى. اذا انا اليوم مخوله احكي اكثر منهم كلهم يلي عم يحكوا. يعني ثلاث ارباع اللي بيمثلوا مش دارسين تمثيل، واللي عاملين اخراج مش دارسين اخراج، واللي بيكتبوا ثلاث ارباعهم مش دارسين حتى كتابه سيناريو. فبس مع هيدا وكله انا ماني ضد انه الموهبه هي تطغي. هلا انا مثاقبه انه كتر خير الله ربنا اعطينا موهبه ودرستها بذات الوقت. فبعتقد انه لا اليوم حبيت انه فرجي هيدا الشيء. هالشيء ما بيعني انه انا ماني كاتبه سيناريوهات قبل وماني مأخرجه فلومه قصيره يعني. بس تركتها على جنب لانه ما كان وقتها انه ينحكى فيها. هلا حب اكتب وعم بكتب. شريعه الرغاب يلي هي بتحكي عن قصه خطف. ظاهره الخطف. صح. اول شيء الفكره جديده. صح. بعيدا عن الحب وبعيدا عن في حب بالمسلسل. في حب، في قصتين حب. بس اذا بدك بيجوا بيرطبوا شوي الاجواء الصاخبه اللي منشوفها، الاجواء القاسيه، لانه هي العنصر الاساسي هو الوجع والمعاناه. وين يعني المسلسل؟ رح اعطيك رقم ماتيو عقاد اللي هو منتج المسلسل صاحب شركه اروس برودكشن. تصور وانتهى ومونتاجه وكله جاهز للمسلسل. 30 حلقه مسلسل صار له كذا شهر مضبوط بالجرور. بتمنى على الناس ما بقى يطرحوا علي السؤال لانه انا ماني مسؤوله عن هالموضوع. بس انت ما سالتي؟ بلا. شو كان الجواب؟ ما في جواب. لا وفيك حتى تتصل بالمخرج منصور الرحباني ورح يأكد لك اللي عم قوله. لأنه منصور وأنا ومالك الرحباني اللي شاركنا بالكتابة ومنصور الرحباني مخرج ال يعني هو بعد مخرج وصاحب الفكرة. اشترى العمل ولا شيء؟ لا ما بعتقد اشتروا العمل. يعني تصور العمل وانتهى وما كان بعد تم بيعه. أنا ما كنت داخلة بلعبة الإنتاج من الأساس. يعني ما عندي اطلاع على الموضوع رغم أنه أنا بي منتج وبفهم شوي بالإنتاج. بس ما كنت داخلة إذا بدك ما كنت متدخلة. اليوم اكتشفت أنه المنتج اللي مفترض يكون مشغول باله أكتر شيء على المسلسل لأنه بالنتيجة بده يحصل مصرياته. ما بعرف عوين تركه للمسلسل. ما بعرف شو
يعني شو الاكسبكتيشنز اللي عنده اياها او اذا عنده مخطط حيال هالمسلسل. بس بعرف انه المسلسل كتير حلو، ضخم جدا، مشغول بتقنيات عالية كتير، فيه ممثلين أسامي كبيرة نحن بنعتز بوجودهم بهالمسلسل حتى بالأدوار الصغيرة. مين في بالمسلسل؟ جورج شلهوب، باسم مغنية، ختام اللحام، ميشيل أبو سليمان، مي صايغ، وما رح عدد لأنه رح تتفاجأ قدي كل الأسامي كبيرة بدون يعني حتى الأدوار الصغيرة اللي منشوفها بحلقة أو بمشهد أسامي كبيرة، ما استعنا بكومبارس، استعنا بمشاهير، فكلهم أسامي كتير كبار. في مسلسل جديد عم تكتبيه كمان، ولكن بعيدا عن الخطف او حاله اجتماعيه، بس قبل حب إيه؟ قبل ما نحكي عنه رح ناخد اتصال. الو الو بونسوار. بونسوار بونسوار الين بونسوار ليك حبيبتي. اول شيء بدي اقول لك الله يحميكي من العينين حبيبتي، خلي الزرقاء وضلك صلي. ميرسي. لانه موهبه وجمال وطيبه وخلق وخلق، الله يخليك، يعني ربنا مكمله معك. يعني ليه كنا نحب نحن وصغار امك الله يرحمها، صرت تكون قديسه بالسما عم ترعاكي من فوق، الله يخليك، يعني حبيناكي اكثر حبيبتي. ميرسي. منك طيبه وحلوه ومتواضعه. ما شو بدي اقول لك، كلك ذوق. بس على التليفون انه بعز عبر عن اعجابي بك. طب مين معنا؟ انه بالتمثيل وين ما كنت بتجي واقفه. الله يخليك، ميرسي كثير. بدي اقول لك بس انه الله يحميكي وحطي خرجه زرقاء وضلك صلي لحتى ربنا يبعد عنك الناس الاشرار. الله يخليك. مين معي؟ نجاة سلامة. ميرسي يا نجاة. بدك اطرح عليك سؤال؟ ايه اوكي. شو هي أقدم لغة مكتوبة بالعالم يا نجاة؟ الأشورية. لا، كان عبالي ربحي. فإذا اللغة نعطيك احتمالات تما نظلمها. طيب رح قلك الأشورية أو الصينية؟ بقت ربحك الصينية. برافو نجاة. نجاة رح تربحي معي من عند FGI، وبنفس الوقت رح تربحي معي من سالون فول. من وين عم تحكينا نجاة؟ نقطع الخط، لكن رح تربحي معي من عند صالون فولا. حلو كتير هالتليفون، مش عمالي ما في أحلى من المحبة. رح تبكي آخر شيء. لا بتعرف المحبة حلوة، المحبة نعمة من عند الله، هي الشيء الوحيد ما فيك لا تشتري ولا تبيعه. يعني حتى نشوف الاتصال الجديد إذا كيف رح تكون المحبة تبعه كمان. أنت بتاخذه ولا أنا؟ لا أنت. ألو اليوم هذيك الهوا. ألو ألو بونسوار بونسوار. مين معي؟ معك سناء محي الدين المصري. أهلا سناء. أهلا فيك. مين عم تحكينا؟ من بيروت. شو يا سناء، جاهزة لشي سؤال؟ أنا بدي أقول لك ما بدك خرجي زرقاء لأنه اسم الله عيونك الزرق الحلوين. خضر خضر. خضر. بكايرو. بكشو. حبيبتي ميرسي. يحميكي يا رب. ميرسي حبيبتي كلك ذوق. شو بسألها أنا ولا أنت بتسألها؟ أنت اللي بتسألي. أين ينبع نهر العاصي؟ من وين؟ من أي بلد؟ من أي بلد ببلش نهر العاصي؟ في احتمالات، من الأردن أو من لبنان؟ من لبنان طبعا. برافو عليك. سناء رح تربحي معنا من عند FGI، وبنفس الوقت رح تكوني عم تربحي معي من عند Adventure World. بشكر اتصالك. ألين رح نحكي شوي عن المسلسل الجديد يلي عم تكتبيه. هو مسلسل قصة حب وعن حالة مرضية بنفس الوقت. صح. خبرينا شوي شو هي الحالة. الحالة هي مرض مش كتير ناس بيعرفوا عنه، التليف الرئوي يلي هو بيصيب الرواية، وحبيت ضوي عليه لأنه في كتير بيعانوا منه، حياتهم بتتغير، نفسيتهم بتتغير، اللي حواليهم بيصير عندهم رعاية معينة يتابعوها تيقدروا يحسسوا للإنسان أنه هو شخص طبيعي مثله مثل غيره، بس العلاج ضروري. بس اليوم أنت تختاري هيدا الحالة، كان في حدا قريب من حدك؟ ما كان في حدا قريب، بس أثرت فيه كتير قصة غريغوري لو مارشال، مغني فرنسي ربح ستار أكاديمي بموسمه الرابع بفرنسا، وكان عم يعمل كارير ناجحة جدا، وبعمر 24 سنة توفى لأنه ما لحقوا يعمل له زرع الرئة. بس كنت كتير مبهورة أنا بالقوة اللي كان يتمتع فيها، لأنه المعروف اللي عنده تليف رئوي عنده وجع وصعوبة بالتنفس، كان هو يغني وكان يجهد نفسه وكان يقف على المسرح أمام الملايين وما يحسس حدا بالوجع، وأول ما يفوت على الكواليس كانت حالته دغري تنهار. فكان كتير عبالي أنه ضوي على هالحالة، يعني تأثراً في تأثراً بغريغوري لو مارشال، وتأثراً بكتير حالات بلبنان ما تضوي عليها كفاية، ولنضوي كمان على أنه الناس توعى على هالحالات المرضية اللي كتير موجودة واللي ما بنعرف عنا. لكن ناطرين هيدا العمل كمان بلشوا تصويره ولا لا؟ لا انا بعدني عم بكتب، بعدني بالكتابه. كم حلقه صرتي كاتبه؟ سته.
كم حلقة رح يكون؟ 30 30 حلقة كمان إن شاء الله. لكن عارين أنا قبل ما نختم وقبل ما نودع المستمعين بحب أشكرك كتير لأنه اليوم كنت ضيفة عزيزة ببرنامج Let's Win وبصوت لبنان دبي. بحب ذكر كل المستمعين أنه فيهم يتوجهوا على إذاعة صوت لبنان من التنين للجمعة تيستلموا الجوائز من الساعة 9 للساعة 2. وأكيد في الحزورة يلي كانت على الواتساب إنجلش ولا فرنش ولا عربي ولا فرنسي، شو هي اللغة يلي بلشت فيها أنا؟ فرنساوي وإنجليزي مع بعض. فرنساوي وإنجليزي. الرقم يلي ربح معنا ببلش بصفر التاتي بيخلص بتسعة 9-2-8. ربح معنا كاراوكي ماشين. حلو. ربح معنا كاراوكي ماشين بيجي بيستلمها من إذاعة صوت لبنان دبي. أليم بدي أشكرك كتير وإن شاء الله بالنجاح الأكبر والأكبر وإن شاء الله بالتقدم إن كان بالتلفزيون بالدراما بالكتابة بالغنى بكل شيء بتعمليه بحياتك. إن شاء الله بتكوني عم تحطي بصمة نجاح على كل عمل. مرسي لك رالف، أنا كتير انبسطت بالبروغرام وجود لك لك بكل شيء بتعمله. قضينا وقت ما حسينا كيف مرق مع المتصلين ومع أكيد. الأشخاص يلي بيحبوك أكيد. شكر لألون على كلامهم الحلو. أكيد ودع كل المستمعين وبطلوا منهم يلاقونا الأسبوع الجاي بتمام الساعة 6 تنتابع برنامج لاتسون. Let's win عبر صوت لبنان.